الاجراءات اللي حضرتك اتخذتيها علشان خاطر تقدري تجيبي للتمريض اللي حضرتك كنقيبه بتمثليه في الجهات التشريعيه وفي جهات الدوله، ايه الجهات اللي انت خطبتيها علشان خاطر تقدري تجيبي للتمريض ال1000 جنيه بدل عدوى؟ لا شيء. هل حضرتك تقدمت الطلب لوزير الصحة اللي حضرتك بتشغلي المنصب الذي يليه مباشرة، يعني حضرتك رئيسة الإدارة المركزية اللي هي أعلى منصب ممكن يتولاه أحد أعضاء هيئة التمريض، حضرتك هل تقدمت لوزير الصحة والسكان بطلب علشان خاطر يرفع زيادة بدل العدوى ل1000 جنيه للتمريض؟ لم يحدث أي شيء. برضو كان تصريحها على قناة دريم لمجرد ان هي تخرج من السؤال اللي اتسألته من خلال مقدم البرنامج، ايه اللي حضرتك توصلتي له بخصوص بدل العدوى الخاص بالتمريض، وليه حضرتك ما شاركتيش في اضراب الاطباء؟ مش معنى كده ان احنا بنروج لفكرة الاضراب، بس في وقت من الاوقات ممكن يكون الاضراب هو الحل. مش معنى كده ان انا بدعو الاضراب او ان احنا في الحركة متخذين قرار اضراب، بعيد تمام البعد عن الصح، بس ايه اللي حضرتك عملتيه؟ مفيش، مجرد شو إعلامي، ظهور من أجل الظهور ليس أكثر. يوم 8/1/2015 في جريدة اليوم السابع مراجعة قانون مزاولة المهنة مع القوى العاملة 19 يناير، الكلام ده سنة 2015، قبليها بالظبط وبتاريخ 9/6/2014 اليوم السابع تنشر المسودة النهائية لمشروع قانون مزاولة مهنة التمريض بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. يعني حضرتك صرحتي ان هي معتمدة من 9/6/2014. نفس الجريدة بعد يومين اتنين بتنشر قبل عرضه على الوزراء. طب حضرتك اديتي تصريح لنفس الجريدة، ما هو في موجود كتير من السادة الصحفيين، مفيش صحفي هيقدر ينشر قبل عرضه أو بعد عرضه غير لما يكون ده تصريح شخصي من حضرتك، ولو ما كانش تصريح شخصي ولو كان خطأ صحفي، ليه حضرتك ما طلعتيش وكذبتي الخبر ده؟ وليه حضرتك ما صححتيش وقلتي لا لسه ما اتعرضش؟ في الوقت الحالي النقيبة صرحت إنه تم عرض القانون أو مشروع القانون في الجمعية العمومية السابقة بتاريخ 30/3/2014. جدول أعمال الجمعية العمومية منشورة على أكثر من جريدة إلكترونية وعلى أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي، ما كانش مدرك فيها أي مناقشة للقانون. القانون نحن لم نعلم عنه شيء إلا من خلال الجرائد ومن خلال الصحف، ولكنه لم يعرض علينا. واتخذت النقيبة حقا ليس من حقوقها من هي تمرر قانون أنا ما أقدرش أقول إنه هو اعتمد من مجلس الوزراء ولا لا، لأنه في تضارب في الأقوال. حاولنا ان احنا نحصل على نسخه من مسوده القانون من خلال النقابه، الطلب اتقابل برفض مبهم غير مبرر لاي سبب. الحاجه الثالثه انا ما اقدرش اخد تصريح صحفي واعتمد عليه لان انا لاقيه اكتر من تصريح متضارب، وانا ما اقدرش احكم على حاجه انا لاقيه فيها تضارب. النقيبه نفسها اتسالت في احد المرات عن اسباب التضارب ده وقالت ان هي بتبقى صياغه صحفيه. سيدتي لو هي صياغه صحفيه ليه حضرتك حق الرد مكفول؟ ليه حضرتك ما صلحتيش ده؟ وليه حضرتك ما وضحتيش ده؟ فينك من ده كله؟ لا يوجد اي شيء.